بسم الله الرحمن الرحيم. كنز عظيم جديد من كنوز السنة لا أعلمه أكثر الناس، روى الإمام الحافظ الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد، وروى الإمام الطبراني في المعجم الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ليس الشهيد إلا من يقتل في سبيل الله. قال لها: يا عائشة، إذا شهداء أمتي لقليل، من قال في يوم 25 مرة اللهم بارك في الموت وفيما بعد الموت ثم مات على فراشه له أجر شهيد. وروى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل قال: كنت كثيرا ما أسمع سفيان الثوري رحمه الله يقول: اللهم سلم سلم، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. أبو سفيان الثوري من كبار علماء السلف الصالح، تابعين التابعين، لذلك كنز عظيم كل السنة. قل 25 مرة كل يوم: اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، مع استحضار نية الشهادة. قل قولي هذا، استغفر الله العظيم.